أنا جد سعيد لاستقبالي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. لقد حملت له رسالة من ناظره ملك السويد، كما قدمت له أوراق اعتمادي كسفير للمملكة السويدية بالجزائر. هو فخر لي لتمثيل السويد بالجزائر السنوات القادمة. هذا اللقاء سمح لي التأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين. سأفعل ما بوسعي لترقية وتثمين هذه العلاقات والصداقة القديمة بين الشعبين. الجزائر شريك هام لمملكة السويد في شمال إفريقيا. اللقاء كذلك سمح لي الحديث عن العديد من القضايا التي تربط البلدين. أريد التأكيد على خصوصية العلاقات الدولية من أجل هدف السلم والأمن وتفادي النزاعات، كما تطرقت مع السيد الرئيس إلى التنمية المستدامة والإجراءات المستعجلة الضرورية، لا سيما للحد من التغيرات المناخية، وكذلك العلاقات الاقتصادية كمؤشر للنمو ولتوفير مناصب الشغل. السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، تتمسك دائما وتضع أهمية لسياسة الجوار لبلدان الجنوب. مجهودات ودور المحوري والفعال للجزائر يؤدي لبناء مستقبل واعد بين الجزائر والسويد. Un avenir prometteur tant en Algérie qu'en Suède. Merci beaucoup. Choukran.